اهلا وسهلا بمتابعينا. النهارده هنتكلم عن طريقه مهمه جدا 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 جدا، وهي ان يكون عندك ويندوز وبتفرض ويندوز جديد من غير ما تعمل فورمات للنسخه القديمه. يعني زي ما احنا شايفين ديسكتوب الكمبيوتر بتاعي لسه عامل ويندوز 7 نسخه جديده، وبدخل على ماي كمبيوتر وبلاقي بارتيشن السي زي ما انتم شايفين مليان على الاخر، اوريدي مش فاضي غير 2 جيجا في البارتيشن، تمام. ولو جينا يعني البارتيشن لسه ويندوز جديد، تمام. بس طبعا لو جينا بصينا في الفايل بتاعه الويندوز بنلاقي ملف ويندوز اولد، ويندوز اولد اللي هي نسخه الويندوز القديمه. ولو جينا على الفايل دويت ونعمل طريقه المسح العاديه اوريدي الطريقه مش هتنفع، وهنا هيقعد يحسب زي ما احنا شايفين عدد. طبعا الفايل دويت مساحته بالجيجات ممكن يوصل 10 او 18 جيجا، هنا هيقعد يحسب. وفي الاخر بعد ما يحسب والكمبيوتر هنا جننا هيقول فيلت قبل كمان ما يحمل دونت يو، مش هتقدر تمسح الفايل دويتي. طبعا احنا النهارده زي ما قلنا هنشرح الطريقه بدون اي برامج، الطريقه مش هنستعمل فيها اي برامج زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا ركزوا معايا في الخطوات جدا جدا جدا، لان في اشخاص كتيره الطريقه متداوله على اليوتيوب لكن باسلوب غلط او ما بنوصلش للجزء المهم. لان الطريقه اللي هتشرح النهارده احنا مش هنكتفي ان احنا نمسح ملف ويندوز اولد، لا ده انت كمان لو عندك مشاكل في ان بارتيشن السي بتاعك مليان او البارتيشن بيتملي فجأة او المساحة بتزيد فجأة فيه والبارتيشن بتاعك مليان، برضو احنا هنحل المشكلة دهياتي مع بعضينا. يعني دلوقتي الفيديو بتاعنا لو بارتيشن السي بيتملي معاك او حتى لو البارتيشن تمام معاك بس الطريقة دهياتي هنعلمك بيها برضو توفر مساحة من على الهارد بتاعك، هتمسح كل الملفات اللي الويندوز غير ملهاش حاجة الويندوز قادر انه يشتغل بدونها، ملفات زي ما بنقول زياده قديمه ملفات تالفه، وهنطبقها كمان على كل البارتيشنات. وبكده بالطريقه دي هتكون تعلمت توفر مساحه وبدون اي برامج. واسف على المقدمه الطويله، كل اللي علينا بنيجي على بارتيشن السي او اي بارتيشن تاني، بس خلينا الشرح يتعمم ويتركز على بارتيشن السي. وبنضغط على بروبرتيز خصائص، تمام. وبنيجي هنا بنضغط على ديسك كلين اب، وبننتظر هنا بيعمل شيك على سيستم ايرز ميموري كل الاخطاء. هنا بقى الغلطة اللي بيضغطوا فيها او بيشرحوها كل اليوتيوبرز غلط، هنا الفايل اللي هو بيقول عليها تالفة. لو حددنا الفايل وهنا زي ما احنا شايفين في المساحة على جنب هنا من تحت، تمام، لقينا كل فايل مساحة 9 ميجا. ازاي انا بقول ان انا لسه فارد ويندوز جديد والويندوز 7 معروف من 10 ل 15 جيجا، ساعات بيكون اقل. البارتيشن كله 30 جيجا، هو اوريدي مليان كله مش فاضي غير 2 جيجا بس، واقل من 2 جيجا كمان. فازاي هنا كل يوتيوبر بيقول نعمل كده وندوس اوكي كده كل الفايل التالفة اتمسحت؟ لا، احنا لازم نقول له ديسك كلين اب سيستم فايل، ملفات السيستم كمان اللي في البارتيشن ده اعمل عليها فحص، تمام. فبنلاقي عملية فحص ادق واقوى ظهرت معانا زي ما احنا شايفين. هي ممكن تطول عن العملية الاولانية لكن زي ما احنا شايفين هنلاقي الفرق جامد. هنا بقى لو ركزنا بنلاقي جايلنا فايل بس اسمه previous windows installation، ده 18 جيجا بايت، ده مجرد فايل لوحده، ونحدد هنا شيء 18 جيجا من مجرد فايل واحد بس، تمام. وبرضو بنحددهم كلهم، تمام، وبنضغط اوكي تليت فايل. بالطريقة دهياتي الملفات بتتمسح، ممكن ياخد وقت لكن كل فايل بتتمسح، بتتمسح من جذورها، ما بتسيبش اي تأثير على نسخة الويندوز بتاعتنا نهائي بشكل كامل بدون اي مشاكل، بتنتهي بدون ما نعمل ديليت لان اوريدي ما كناش هنقدر، وبدون ما ننزل برامج معقده على الويندوز والرام تتجل والجهاز يتجل وبتعمل مشاكل داخليه انها بتمسح فايل الويندوز محتاجها. لكن الطريقه دي طريقه مدعمه في نظام الويندوز نفسه في الجهاز وعلى كل انظمه التشغيل، سو اكس بي او 10 او 7 اوريدي شغال على كل الانظمه. والطريقه زي ما قلنا دي كمان بتمسح الفايل التالفه، يعني انت مش بس لو عندك ملف ويندوز اولد وعندك بتلاحظ ان تلاقي البارتيشن بشكل مفاجئ او اي بارتيشن تاني، هتطبق الطريقه كل الفايل التالفه بتاعتك هتلاحظ البارتيشن مساحته رجعت زي الاول، جت معاك مساحه فاضيه جديده، ساعه تخزين جديده تقدر تخزن فيها كل الفايل والالعاب والافلام اي حاجه او وثائق انت عاوزها تخزنها في المساحه. وفي نفس الوقت الكمبيوتر بتاعك يكون نظيف ما فيش اي فايل او ايرورز في الهاردوير ديسك بتاعك. وده كان كل شرح النهارده، وهضطر اوقف الفيديو لحد ما ينتهي من عمليه التحميل. ورجعنا لكم بعد ما انتهت عمليه التحميل زي ما احنا شايفين، وبندخل على ماي كمبيوتر بيظهر معانا بارتيشن السي بالشكل زي ما احنا كده شايفين،
طبعا بنلاحظ اختلاف مفاجئ. طبعا لو دخلنا هنا على الديسك زي ما قلنا المساحة من 13 ل 14 من 15 جيجا، دي مساحة ويندوز 7 من 10 ل 15 جيجا، وفضيت لينا 16.5 جيجا بايت. ولو دخلنا على البارتيشن هنلاقي بارتيشن ويندوز اورد اختفى، وده البارتيشن الفايل ما كناش قادرين نحذفه. وزي ما قلنا الطريقة ينفع تتطبق على اي بارتيشن، وبالطريقة دهيت هتقدر توفر مساحة وكمان تمسح الملفات اللي فيها اخطاء او ايرورز او الويندوز في غنى عنها او مش محتاج لها، وبكده انت بتكون وفرت مساحة تقدر تخزن فيها اي فايل، وكمان وفرت سرعة للكمبيوتر بتاعك ان يكون اسرع ومفيش اي فايل تلفه. شكرا لمشاهدتكم، نتمنى من حضراتكم عمل لايك الفيديو، ضغط على زر سبسكرايب وتفعيل زر الجرس وعمل شير الفيديو ليصلكم كل جديد من فيديوهاتنا، والشكر للمشاهدة.